أنه يشكل وضعا سيئا بالنسبة للولايات المتحدة التي لا تستطيع أن تعزل نفسها عن العالم. إن التحدي الحقيقي بالنسبة لإدارة أوباما التي تراجعت إزاء حل العديد من الأزمات في سوريا وأوكرانيا وأفغانستان والعراق وفلسطين وغيرها يتمثل في توصيل رسائل صحيحة لحكومات العالم التي غلبت عليها النزعة الانفصالية، مفادها أن واشنطن تراقب الأوضاع عن كثب لكنها اختارت الدبلوماسية نهلا. وإليكم فاصل من الرسوم الكاريكاتورية الأبرز في صحافة اليوم. ختام جولتنا الصحفية، نشكر لكم حسن المتابعة وفي أمان الله.